الموسيقى سحر يتوارث بين الأجيال وجزء من ثقافة الشعوب يدل على رقيهم وتحضرهم. فموضوع اليوم عن الموسيقى. وقول معانا علي أكبر ومبارك العنزي، وأحب أعرفكم على جاسم العبدالله، طالب في جامعة الكويت قسم الإعلام ويهوى الكتابة. محمد النبهان، طالب تطبيقي قسم ميديكال ريكورد. ودنا نعرف الشباب شنو يسمعون وشنو تمثل لهم الموسيقى. انا مهتم حق الاغاني التراثيه الكويتيه وايد، انا احب اسمعها، يعني احس اني يعني صدق يعني رديت بالزمن ورا، يعني انا وايد متعمق باللغه التراث، يعني شيء يعني انا وايد هاوي التراث، وايد هاوي بيوت الطين وايد، فحتى لما اسمع الاغاني والله اللي هو البوشيه ولا غيره من اللي هو الاغاني صقله الطار اللي فيها اللي هو الكلمات اللي قاعده تنقال، لا عالم عالم يعني. بس ان انا يعني ما اقول اغني ولا لا، انا صوتي لا وحش، صوتنا يعني زين، صوتي كلش، بس يعني اعزف مرات مبلا. انا في مره يعني انا اوكي يا مرات اكتب كلمات زين واقعد بيني وبين روحي يطلع وياي لحن شي شويه، بس انه يعني هذا احتفظ فيه يعني حق يعني حق نفسي، يعني ما اللي يعني مثلا اطلع شيء. وبالابتدائي انا كنت مشارك باللي هو التربيه الموسيقيه، اتوقع نصنا اتوقع يعني ولا عزفت للحين اذكر مقطوعه عمر خيرت الاسكندريه عزفتها كامله يعني اذكر. حلو. فمن يومها اخذت ايدي على اللي هو الموسيقى وقمت احب، حتى سماعي حق الاغنيه ما انا اسمعها كاغنيه عاديه، لا يعني انا فيني سالفه هذه بذره الموزعين هذه انا فيني اكثر اللي هو تسمع آلة شنو قالت، يعني مرات مثلا اذا شغلت اغنيه بالسياره انا مطول الصوت فاكلم صاحبي شوف الكمان هنا شنو قال، شوف القانون شنو رد عليه، شوف هذا يقول لي هذا وين، هذا انت وين قاعد تسمع، قلت هذا داخل الاغنيه بس انه ما حد يركز عليه تذوق الموسيقى. فشاركت والله باللغه الموسيقى وانقبلت تربيه موسيقيه، يعني ما بعد الثانوي انقبلت تربيه اصلا موسيقيه. حلو. بعدها تغير الاتجاه راح المعهد العالي للفنون المسرحيه. حلو لا الحين نفس المجال. انت شو تقول؟ انا احب اسمع اي شيء جديد، اي موسيقى بالعالم احب اسمعها، يعني انا احب اوصل حق اي موسيقى تنصنع بالعالم يعني بشكل عام. فبالنسبه لي يعني الاغاني جزء من يومي. حلو. يعني انا يمكن ما يمر يوم الا انا اسمع ألبوم على الأقل. أنا كذي. حلو. ألبوم. إيه. ألبوم. بالضبط أنا كذي. فيعني أسمع الكل بشكل عام، بس عندي هم ذائقتي الخاصة اللي أنا اللي أحب أسمع لهم بالذات، يعني أكثر شيء أحب أسمع الفنانات أكثر. أوكي. فهم يعني فيني طاقة الكتابة أكتب، بس طبعًا بيني وبين نفسي. طبعًا. هذا ما يطلع. حلو. هذا كله كشري. أنا اللي يعجبني إن بالفترة الأخيرة لما دخل اللون الغربي. على اللون الخليجي بالاغاني او اللون الشرقي باختصار او الشعبي بشكل عام. إيه؟ يعني حتى طلع الفن الخليجي بصوره مختلفه، ما تشوف ان الاغاني هذه الحين صار لها قبول اكثر من قبل. من ناحيه التوزيع، من ناحيه الالحان، حتى مثل ما قال محمد اي شيء جديد ينزل لازم احرص اني اسمعه، شوف شو المتغيرات اللي صارت على وين وصلنا يعني، والتوزيع اهم شيء عندي. طبعا انا عن نفسي اتكلم، انا خريج دبلوم دراسات موسيقيه ما شاء الله، حاليا قاعد اكمل عليها بكالوريوس ان شاء الله، بس انا خريج اعزف بيانو. حلو. كماده اضافيه آلتي الاساسيه ترامبت. ترامبت اللي هي آلة لا آلة نحاسيه. انا يعني حبيت الترامبت مو عشان شيء، لان ما في عازفين كويتيين حق هالاله، ما في احد على قولتهم من عندهم بالاصابع، يمكن انا وفي معي كويتي بالدفعه وفي استاذ عباس الله يذكره بالخير، يعني هو من الناس اللي شجعوني على هذه الاله. الناس تشوفها صعبه، لكن ما في شيء صعب بالموسيقى، الموسيقى نفس الرياضيات كلها معادلات، مثلا مقام يساوي مقام، درجه موسيقيه في منها النص، يا تزيد على قولتهم ربع تون يا تقل ربع تون او تزيد، وفي مسافات موسيقيه انت قاعد تسولف عنها. لكن انا وجهه نظري بالوقت الحالي صعب انك انت تنزل شيء موسيقي حق الناس،
لان في فئه معينه تبي اغاني نجازي او اغلب الفئات متجهين على اغاني نجازي. اي انا هذا الشيء ما احبه. اي فاذا واحد نزل موسيقي يسب الناس اللي هدوا الموسيقي كله هدوا العمل كله راحوا حق اللي منزل اغنيه نجازي عشان شنو؟ والله اغنيته ترقص هذا اغنيته ما ترقص. اي صح ايوه صح 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 اغنيته ترقص حق الكلمات لهذا. اي مالك يعني مثلا في ناس الحين ما شاء الله طالعين يكتبون كلمات تخرع. صحيح. وصغار بالعمر. يعني انا ما شاء الله عندي ناس يعني باعمارهم بالعشرينات لكن كلماتهم اللي يكتبونها قاعد ينافسون ناس بالسوق. ما شاء الله. ينافسون ناس بالسوق لكن شنو؟ ما في اهتمام. اهتمامهم رايح حق وين؟ رايح حق الشخص الكبير. مع انه اوكي ما ابي اقول لك الكبير انه صار خلاص اكسباير انتهت صلاحيته لكن انه على قولتهم يظل اسمه موجود بالسوق ككبير لكن هذا الصغير متى بيحصل دعم؟ لما يوصل عمره مثلا نقول 40 50 شنو الفائده؟ ليش انا قاعد اكتب يعني؟ اي والموسيقى مثلا انا وصلت لمرحله اللي يعني سنه من أو ايام الدبلوم انا قاعد اسولف فيها انه كنا نقعد كدفعه ندري هذا ما شاء الله يعزف البيانو هذا زين بالتلحين هذا زين بالتوزيع ندمجوا مع بعض هذا صوته حلو شو رايك بنزل اغنيه فجاه شو الكلمات مو الكلمات المهم انزل المهم انزل اغنيه المهم تضرب يعني احنا وصلنا لمرحله بالكويت المهم اغنيتي تضرب ما همني شيء صح صح هذا شيء موجود حاليا ما همني شيء يعني ما همني شيء ان شاء الله حتى لو ياخذ اغنيه قديمه يطور لحنها من اول جديد ويبني عليها من اول جديد ونزلها بصوته استل احنا راح نروح الشيء القديم ما راح تجديد الاغنيه نفسها. شنو رايك بمستوى الموسيقى والاغاني بالفتره الاخيره؟ طبعا الموسيقى بالوقت الحالي يعني من وجهه نظري انا قاعد اشوفها ان هي قاعد تمشي بمستوى متذبذب ما فيها رتم واحد ما فيها رتم معين. لأن ليش؟ لأن مثلاً مثال على قولتهم هذا الكاتب وهذا الملحن يمكن ما في بينهم توليفة اثنيناتهم مع بعض ما في كيمستري بينهم ما في كيمستري بينهم صح يعني يكون مو متوالفين مع بعض ما يطلع عمل حلو مرات لا نشوف مثلاً العمل كله من مغني لمن على قولتهم تسجيل الصوت كلهم ربع صح فشنو يطلع عمل؟ يطلع عمل ناجح لكن احنا اما يعني انا من وجهه نظري الحين على قولتهم الفن عندنا مو نفس قبل الحين شويه قاعد ندش على قولتهم مرحله اللي شنو ان في ناس موسيقيين ما شاء الله قاعد يطلعون بالسوق لكن استيل قاعد اقول الشاب الكويتي لا يزال شنو مرحله اللي ما قاعد يبين قاعد على قولتهم قاعد يسمعونه فئه معينه مو الفئتين قبل نقول انه والله يسمعونا صغار وكبار ابسط مثال نقول فرقه ميامي صح الكل يسمع كل يسمع من ما يسمع كل يسمع فرقه ميامي لكن الحين لما تقول مثلا بعض المغنيين تسمع بس الصغار بالعمر هم اللي قاعد يسمعونه نادر ما تلقى احد كبير قاعد يستمع لهم بالنسبه لي انا اللي اشوف الحين في يعني مو لمستوى واحد يختلف يعني مثل ما قلت يعني ما في دعم اغلبهم اجتهاد شخصي صح وخصوصا لما يكون المطرب منقي مثلا التوليفه اللي تعود عليها فعلا يطلع العمل بالصوره هو يبيها لكن مرات ممكن يكون في اختلاف عند وجهه نظر المطرب او الملحن ما يطلع العمل بالصوره اللي هم يبونها لا يا يكون لو تلاحظون لا يا تشوفون الاغنيه مكرره من الحان سابقه او انه غير فيها شغلات معينه يعني تدري بعض المرات شنو المشكلة اللي نواجهها؟ اي المغني تسمع صوته قوي لما تسمع صوته بالتسجيل قوي صحيح تعال صيده باللايف ايوه اوه يصير فيك اوه هذا شنو؟ شلون منزل سنجل مكسر الصخر على قولتهم يعني حتى لما ينزلها باللايف غير عن اي يعني اقول لك لا اغلبهم شنو؟ لايف ينكشف صح انا ليش؟ انا متعود على برنامج الصوت اي تعديلات حيل شقال ما ادري شنو هذا تعال صيده باللايف يتوهق صحيح محمد فمحمد شو تقول؟ انا بالنسبه لي يعني الموسيقى اذا تطورت احكمها من البوم حلو فيعني مثلا عندك البوم نوال الاخير كل اللي متعاونين فيه معاهم شباب صح في من شباب من الكويت من هذا هني تحدد اذا الموسيقى تصاعد ولا نازله فلما تسمع تشوف لا الموضوع وايد قاعد يوصل بس يمكن احنا مرات ما نسمع هالاشياء عدل يعني مثلا احنا نسمع اغنيه بس ما ندري من الكاتب من الملحن
من موزع. انا عن نفسي ادقق. انا ادقق, أدقق. انا ادقق حيل نفس الحال. بالنسبه لي لا, الموسيقات يعني الالبومات هي تحدد يعني. حتى الفنانه مثلا او الفنان اللي مو خليجي تسمع يغني خليجي, قاعد تسمع قاعد ينزل اغاني وتوزيع احلى من مغني خليجي قاعد يسوي. صح. فشلون وصل لهالمرحله؟ من بعضهم ترى هوات, هي الهوايه, هي خلوها ممارسه وهوات. يعني مثلا انا قاعد مع ناس ما يفهم يعني ما شاء الله مدارس الموسيقى, لكن هم شنو بالموسيقى يخرعون خرعون. يعني انا عن نفسي انا ان شاء الله والله وفقه يا رب, انا ناطر البوم بدر شعيبي الجديد. ايه بدر شعيبي صح جايب ملحن, هالملحن ملحن له ثلاث اغاني. من وجهه نظري هذا الشخص ما راح اقول اسمه, هذا الشخص اذا استمر يعني ما يعني على قولتهم هذا الشخص مثل على قولتهم وديع, وديع موسيقيه. حتى البوم بشار شطي بعد نزل أغنية واحدة ووقف. أنا ناطر الياي يا طير بس نزلت. أنا ناطر الياي لأن أنا بشار كان من زمان من طلع وأنا يعني حيل أسمع له, يعني أحب اللي قدمه وحيل يعني. حتى بدأ ترى أنا أقدر أقول إنه يعني فيه تطور, في 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 يعني في ناس قاعدة تشتغل وفي ناس قاعدة تسوي. يعني كأحنا تو ذكرنا من الشباب يعني مثلًا بدر شعيبي, بدر شعيبي تبارك الله متجدد. اي متجدد والبوم اللي طاف يعني في اصلا اغنيه انا صار فيني قلت انت شلون سويتها. شوف انا قلت لك انا احب التراث. صح. اغنيه توب يا بحر. ايه يعني كلمات علي ابو غيث. حلو علي ابو غيث خيال على ما اظن ان علي ابو غيث, ما ادري ترى صححوا لي ما ادري يعني ماني متاكد. انزين والالحان ما ادري منو, بس شلون جدد سالفه توب يا بحر سواها لنا قصه وانه يغار على حبيبته. يعني هذا من كلمات الحان طبعا توزيع ربيع الصيداوي لا يعلى عليه يعني. طبعا ربيع الصيداوي يعني. زين فلا بالعكس يعني في 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 روح, في تجدد, في تالق خاصه من شباب. وسالفه اللايفات هذه انا مره توك انا فوق شنو كنت قاعد اقول لك, مو قاعد اقول لك حضرت حفله ثلاث مطربين انكشفوا باللايف. ثلاث مطربين شفتهم وقفوا على المسرح غنوا مو قادرين يغنون اصلا. طبعا في بروفات كافيه يمكن او لا لا لا, كل المغني قاعد ياخذ وقته زياده. كل مرات نكون واقعين شويه, الغلط على المغني نفسه ما في التزام بالوقت. هذا عيبنا. مثلا نقول بروفا الساعه 8 هو عادي ياك 8 ونص عادي. فشنو المايسترو وش يقول؟ انا قاعد مضيع وقتي كله قاعد اشتغل مع الموسيقات, هو يلي طايف على الوقت نص ساعة ويبينا يطق معاه أغاني كاملة. في بعض ما في بعض على قولتهم بعض الغادة الفرق ما يرضون كذي حق نفسه. لو هو كمايستر ما يرضى حق نفسه, إذا أنت ما احترمتني ما راح احترمك. لو ما احترامي لك أنت منو كنت؟ إذا ما قدرت الوقت مالي ما قدرك. فيتوهق وقت اللايف. يتوهق وقت اللايف طبعا. هل الموسيقى أو الفن بشكل عام لازم يظل نفسه ولا نقدر نطور عليه؟ اللي هو الفن التراثي يعني غالبيته ترى قاعد ينحي بسالفة العروس يعني. وتام على نفس ما هو, على نفس المنوال, على نفس الكلمات, على نفس اللحن ودقة الطار نفسها. بس سالفة التطوير طور بس بشرط لا تخرب, لا تحور فيه, لا تحور فيه. لأن ترى على فكرة أغنية البوشية في كلمات طلعت وقالوها مطربين برا مو كلمات, لأن مستحيل مستحيل مستحيل. لأن شنو أنا خذيت, أنا أعرف البوشية أسمعها من الفضالة قبل. أنا أسمع هذول اللي هم منوت اللي بشتخته اللي كذي صوت هذا هي إيه والله صدق أنا كذي أسمع. زين فإن سامع هذه الأغاني سامع الكلمات حرفيا شنو قال هني, شلون دقت الطار, شلون العود قاعد يقول, شلون كذا. تي انت تبي تطور طور, انا ما عندي اي مشكله, لكن لا تحرف فيه. ما انا هذه عندي يعني مشكله يعني. لا شوف انا اقول لك فنون بشكل عام كفنون شعبيه انا عبالي فنون لا لا انا عبالي عبالي عبالك بعيد. كفنون شعبيه يعني شوف انا من محبين فن الهيبه. الله بس رقصته صعبه. لا يمكن لان احنا خوال نضبطها صح. يمكن ابي لك كورس ان شاء الله تتدرب. انا لان امتحاني يعني انا تخرجت من لوح المعد مسرحيه تراثيه. حلو. زين فكان وياي هم بعد خوال. حلو. زين
فان الدكتور طلب منا ان نرقص الاول. حلو. فعلموني شويه قلت ها بس انه للحين افلت لقاء شويه. كيف الخطوات؟ ما ادري هو صح بس بعدين بعدين. فانا من المحبين فن يعني شوف عندي الليوه بعدين فن شمون الغادري عاشوري قاطقني والله. بعدين اوكي روح حق الفنون البحريه يعني عندك حدادي سنجني الله حلو. هذه الفنون يعني الحين خلينا نكون واقعيين لو تسال واحد صغير تقول له شنو فن حدادي ها؟ اي صح شنو؟ سمع لحن إيه. اوكي هذا عرفت صح خماري انا اي سمع لحن انا احب هذا اللون حيل خماري؟ إيه. حلو الخماري ثقيل وايد ثقيل ثقيل ودسم بنفس الوقت ويعطيك يعني صوت المغني الاصلي يعني إيه. تسمع هذا صوت المغني شلون؟ وترى يعني. ترى بالفنون الشعبيه ترى عندنا فنون شعبيه ترى صجة صعبه وترى كل فن له معنى يعني مثلا فن السنجني متى يدقونه؟ احد عنده معلومه الفن هذا متى يندق؟ وهذا الفن شلون طلع اصلا؟ ترى هذا طلع ترى من الجن من الاخر انا اقول لك لانه هو كتابه ما شاء الله يعني. اي صح اي صح لانه كومه ابو اصاب كله عني نايم سوت له فتعقدت شوي فشنو فن رمضان عم فسنجني هم كانوا بالبحر اي بالانج وها فكانوا قاعد يسمعون نفس الصوت يقول ها فعادهم شنو سووا يعني طبعا البحر بروحهم قاعد يسمعون هذا صوت شو سالفه فقام واحد من الشباب طب البحري طم 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 جاك 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 حلو شفت هذا اصلا هذا شلون يسوونه او انه وين يسوونه هذا اذا جت السفينه الحين او اللي هو اللنج تو يبي على اليال يبي يقرب اي فلما يقرب يدقون لين بعدين نسمع صوت الطيران دين جاك 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 دين انه خلاص بس صعد اليال بس صعد وصل غير اللي يوقفون على البحر اللي هم الحريم يقولون توب توب يا بحر وما تخاف من الله يا بحر هذا هم يعني لحاله اصلا بروحه ترى حتى الخماري ترى هم بعد ترى لا عندنا فن اسمه غريب ما ادري اذا ما راح شابوري اعرفه هذا الفن على قولتهم معقد شويه يعني يعني على قولتهم لما تسمعه يعني على قولتهم راح شويه راح تدش بمتاهه اللي شنو صوت تراثنا لازم نحافظ عليه. جاسم لو انت صاحب قرار شنو القرار اللي تاخذه عشان يدعم الموسيقى بالكويت؟ اول شيء انا حاب انه يكون في صرح كبير موسيقي يضم فيه كل الموسيقيين الموهوبين علشان ينمون موهبتهم واللي هم حابين يوصلوا له من ناحيه الموسيقى. ان انا انتج لهم حفلات او ان انا اسوي لهم منصه كامله تنتج لهم الاغاني والموسيقى بشكل احترافي يعني بدال لا انا اجر استديو واكلم موزع اكلم ملحن لا انا اسوي نفس في استديو بالسعوديه سووه كامل حق الشباب اصلا يعني الملحن موجود فيه الكاتب العازف فيعني تجمعون توليفه كامله وينتجون هذه الاغنيه فهذا افضل شيء يمكن يسوي لنا حاليا. افتح بابي حق الشباب اول شيء اقدم لهم دعم مادي ودعم معنوي علشان يولي واجازف ما في انسان ما جازف وطاح مره ومرتين وثلاث بالنهايه قام كل المطربين بدايتهم كلهم طاحوا وكلهم عانوا فاحنا الحين الحمد لله في زمن شوي يعني متساهلين فيه يعني في سيوله ماديه في سوشيال ميديا وفي يعني في وايد اشياء فبالعكس ابطل بابي حق الكل ويلا تعالوا خل اجازف فيهم مره بخسر مره ثانيه بخسر ثالثه بخسر الرابعه يمكن هتضرب وياه ليش لا؟ تطوير الموسيقى بشكل عام. الموسيقى بالوقت الحالي تحتاج تطور وتحتاج اهل الموسيقى. فلازم اجيب اهل الموسيقى عشان يطورون الموسيقى مو يطورون التراث يطورون الموسيقى. يخلون في مستمعين حق الموسيقى. من الفنانين الكويتيين الشباب اللي حضرت لهم حفلة؟ للأمانة اللي حضرت لهم حفلة هم فرقة ميامي والفنان بدر شعيبي كانت حفلات بصراحة وايد حلوة واستمتعنا
واتمنى ان يعني يلاقون لهم في كل فتره حفله عشان يعني الناس تنبسط وتستانس. حضرت حفله حق ابراهيم دشتي وعلي العبد الله، حضرت حق بدر شعيبي، حضرت حق عزيز لويس، حضرت حق حنين حسين، يعني فيهم الخير والبركة يعني صراحة، يعني استمتعت. عيسى المرزوق، عبد السلام محمد، بدر شعيبي، إبراهيم دشتي. برايك شنو العراقل اللي واجهها الموسيقي بالكويت؟ هو من ناحية العراقل اللي واجهها الموسيقي في الكويت، عدم توفر دور عرض مع الأسف، أو عدم توفر خشبة مسرح متكاملة من جميع النواحي، من ناحية الفرقة، من ناحية الإضاءة، الصوت، لأن مع الأسف في أغلب دور العرض بالفترة الأخيرة ما تصلح لإقامة العروض الموسيقية. هو الإنتاج نفسه، يعني أنت لما أنت بتسوي موسيقى لازم تستعين بفنان يكون ناجح أو صف أول عشان توصل أغنيتك، عكس لما أنت يعني تثق مثلاً بشخص كويتي يكون صوته صدق حلو وتقول له يلا هاك هذا لحني وهذا كلامي وتوزيعي يلا غن، لا ما في، في أي فنان صف أول يغني عشان أنا أضمن أنه يكون ناجح. أعتقد أن الميزانية، لأن أنت إذا تبي تسوي لك مثلاً أغنية واحدة، أنت تبي تتعامل ويا ناس برا عازفين، تبي على قولتهم حق ربعنا الموسيقيين اللي هو بلاجنزات زين وهم، لان انا لا ربعي وايد موسيقيين، انا موسيقي بعد بلاجنزات ما بلاجنزات مكتبه صوت وكرت صوت وش يعني، لا يعني في يعني في ضخامه، يعني اللي هو الميزانيه ما بقول لك سبب رئيسي، بس احد يعني احد العراقيل، يعني عدم الاهتمام بالموسيقى، موسيقى مظلوم من قبل منو؟ جهات وايد، يعني عندنا ناس ما شاء الله عازفين ايقاعيين، عندنا بنات ايقاعيات مظلومين، لان ليش؟ لان مجتمعنا اولنا كايقاعات متحكم بس بالشباب، لكن في بنات مخرجات من معهد العالي للفنون الموسيقى يخرعون اكثر من الشباب او مغاربين حق الشباب، لكن هم المظلومين، فاحنا لازم ندعم الاثنين، مو بس ندعم الشباب، هم البنات لازم ندعمهم، لكن هم اثنيناتهم محتاجين اهتمام عشان ينتجون لك شيء حلو. شلون نقدر نوصل التراث الكويتي بالموسيقى للعالمية؟ من وجهة نظري الاهتمام او اخذ خبرة المؤرخين او الناس المختصين في مجال التراث اكثر، ممكن علشان يكون في تدقيق اكثر للكنه واللهجه، لان غالبيه الاغاني ما تكون ذات اللكنه الصحيحه. وهو انا مثل ما قلت باللقاء ان التوزيع يتغير، وهو ما يتغير اللحن ولا شيء، تتغير فكره التوزيع نفسها، يعني بدال ما يكون الاغنيه مثلا احنا نسمعها بالساعات او نص ساعه مثلا مش كامل يعطيك، انا بسمعها بثلاث دقائق بغنيه بصوت احد يقدر ينطق الكلام صح، فراح توصل اسرع. فهذا هو الشيء اللي للحين ما صار، الا يمكن نوال الكويتيه اللي سوتها الوحيده، نوال روشد الله يقومه بالسلامه، وصل للعالم. انا الحين قاعد وياك اقول لك شلون دش اليوتيوب شوف اوركسترا موسيقى البوشيه، اوركسترا سووها، خذوها الاجانب سووها اوركسترا كامله، في لها كذا عازف كامله واسمعها وراح تلذذ وراح ترد ورا وراح خذوها. تداوله، لازم يتداول على اول شيء، يمر من جيل لجيل، لازم تعلم من صغير تاسسه على التراث، شنو التراث، شنو موسيقى التراث، شنو الايقاعات اللي بالتراث. نفس ابسط مثال عني، انا تربيت مثل ما قلت بعائله موسيقيه، فعرفت فن العاشوري، فن السامري، العرضة، ليوة، طنبورة، على قولتهم الفنون الشعبية. فلازم أنت تكون على قولتهم بيئة مناسبة، زائد عشان أنت تبدع بهذا المجال ويصير فيها اهتمام بهالمجال. اليوم سمعنا رأي الشباب بالموسيقى،
وإذا أنت تبي تقول قول.